يلا كائنات استنى حيدر. في شغلة لازم تحكيها قبل ما تمشي. شو هي؟ احكي حيدر، انت ساعدت كائنات بهذا الموضوع، يعني لأنك أخوها أو لأنك عاشق مكسور قلبه من حبيبته؟ انت وافقت على ارتباط كائنات وحافظ بس كرمال مصلحتهم؟ أو مشان تكسب حب مرتك دعاء الأولى وما تخسرها بعد كل اللي صار معك؟ جاوبني حيدر، انت اخذت هذا القرار لانه لساتك لهلأ بتحبها لدعاء وما فيك تبعد عنها؟ رب العالمين وحده بيعرف شو صار، ما عم بفهم شي ابدا. ليش حافظ خبرني انهم جايين لعندي لهون هو ودعاء؟ ما عم بفهم شي بنوب. شوفي بنتي؟ أمي. احكي يا بنتي. يا الله كيف انجرحتي انتي؟ شو عملت لك هاي العيلة بنتي؟ ليش اجيتي لعنا لهم فجأة؟ ليش؟ قولي لي. طيب تعالي معي أول شيء. عادي حافظ جيب لها مي. يلا يلا أمي. كل شيء رح يكون تمام بنتي، خلاص بكفي بك. شوفي شو عملتي بحالك بنتي. يلا دعاء اشربي المي. يلا انت ليه ساكت وشو ناطر لحتى تحكي؟ احكي لي شو اللي صار مع اختك. فهموني ليش تركتوا البيت يلي بدليه وجيتوا على فاروق عباد بهذا الوقت؟ كل شيء هنيك منيح؟ ما في شيء منيح. الفكرة انه انت لازم تموتي مشان ابني حيدر يرتاح ويكمل زواجه مع غزل. موتي. حتى روهان لو قد ما حاولتي ما رح تنقذيه لحيدر، بأكد لك حيدر رح يموت. مدام هينا أختار متهمة بجريمة، كانت بدها تقتل كنتها دعاء حيدر أختار، ونحن اجينا لهون كرمال نعتقلها ونتابع كل الإجراءات عنا بالقسم. صدقني حيدر هاي مؤامرة من غزل، أنا ليش لحتى أشتكي على أمي للشرطة؟ بترجاكي وافي، حاجة تحاولي تبرري غلطتك وتحاولي تأذيني حاجتك ألاعيب وخدع، بقى أنا مليت منك ومن كذبك. هاي آخر مرة رح أسألك، رح تسحبي الشكوى اللي قدمتيها ولا لا؟ أنا مستحيل أسحب الشكوى لو شو ما كانت. تمام، معناها الذكريات الحلوة اللي عشناها سوا ماتت وما رح ترجع يا دعاء. أنا مجبور إني طلقك هلأ يا دعاء. أنت طالق طالق طالق. كنت عارفاني رح يصير فيني هذا الشيء البشع يا حيدر، بس ما كان عندي خيار تاني لأقدر أنقذ حياتك من روهان. تحركي امشي معي. لا دعاء ما عملتي. انت لازم تموتي اليوم. وبعدها اجا حيدر ونقل ورق الملكية. رح طلقك هلأ بشكل قانوني، عم تفهمي؟ وقع على هدول الأوراق، خلينا ننهي القصة. هذا اللي صار يا أمي. هاي الأوراق أنت وقعتهم من قبل، ومن خلال هذا الإجراء أنت نقلت كل الأملاك لإسمي، بس أنا بعمري ما كنت بحاجة إله ولا رح أحتاجه، مشان هيك أنا نقلت كل الأملاك لإسم الناس اللي بيستحقوها، روهان نور وكائنات، وأكيد أنا ما نسيت ضيف اسمك عليهم. كل هذا الشي صار معك وانتي حتى ما خبرتيني فيهن؟ كان فيك تتصلي فيني يا بنتي، كنت رحت لعندك فورا ووقفت كل عائلة اختار عند حدهم. انتي ليش ما حكيتيلي؟ ليش امي؟ وانت
أنا تركتك عندهم بالبيت مشان تقدر تحمي أختك، هيك بتحميها أنت؟ أمي شو كان بدك يعني أعمل يعني؟ سكوت بقى، أنت بلا مسؤولية بالمرة. جاي عم تسألني شو كان فيك تعمل مو هيك؟ ما كان فيك تحميها لأختك؟ اثنيناتكم رجعتوا مكسورين لهون، وشكم ما بيتفسر كمان. يلا اطلعوا من هون. اثنيناتكم اطلعوا من هون فورا، ما بدي اشوف وش حدا فيكم ابدا. بترجاكي سامحيني يا امي. ارجعي لبرا. انا ما عاد بدي احكي معك بنوب. يا أمي لو سمحتي ما تزعلي، الدنيا كلها قلبت ضدي، ما بدي أخسرك كمان. أمي أنا ما صار لي فرصة أني خبرك، حياتي انهارت بسرعة لدرجة أني ما كنت عم بفهم شو صار فيني أبدا. أمي أنا صرت مشردة، ما إلي بيت يا أمي. معقول ما إلي أي مكان ببيت أبي يا أمي؟ أنت شو عم تحكي بنتها؟ هذا البيت كمان بيضل بيتك يا روحي. أنا مستحيل أعملها وأقطع ارتباطي القوي مع بنتي بعد ما تتزوج. أنت وحافظ متساويين بهذا البيت، وهذا بيتك وبيته لإله كمان. هاي غزل نفذت كل شي خططت له من قبل، بس هينا عن جد عملتك مثل عدوتها. هينا اعتبرتك السبب وقالت انك مخادعة. هي زوجها تركها قام بعدين عملت فيكي نفس الشي، وكمان حيدر ظلمك وعذبك وضايقك كتير. عيلة اختار كلها ما بتنفع انها تكون عيلتك ابدا. بتمنى انهم ما يشوفوا ولا يوم حلو بكل حياتهم. امي امي حيدر مجبور، الحق مانو عليه ابدا، هو لحد هاي اللحظه لساته بيحبني. حيدر انا سالتك سؤال وبدي تجاوبني عليه، انت لساتك لهلا بتحبها لدعاء صح؟ يلا جاوب حيدر. بسبب دعاء كل عائلتنا وهالبيت تدمر وخرب، جاوبني، انت لساتك بتحبها بعد كل شيء؟ بدي اعرف ليش عم تدافع عن اخوها، قول. حيدر جاوبني، قل لي انت لهلا لساتك بتحبها لهديك الخبيثه اللي اسمها دعاء؟